بكل الود، بكل الحب، وبكل عفوية وتلقائية نتواصل، ونتواصل أيضا برشا ألم. أنا قلت برشا ألم، وخليني قبل ما نحكي على الألم من حي صديقي وزميلي الأمين محمد أمين البرني اللي قاعد يأمن في الصور هذه. قلت برشا ألم لأنه إحنا جايين هابطين من غادي باش ندخلوا للسوق البلدية حي ابن خلدون اثنين، هذه اللي وين الترمينيس تاع المترو، لقينا شكون لهنا يلقط معناتها يفرز من هالفضلات هذيا. وانا حكيت قبل على المعاناه نتاع التوانسه في هالحالات هذيا. هذيك فضلات اخزرك البركدانك اللي مضروب وخامش، وثم امراه كانت غادي تفرز وتهز في القفه نتاعها ولا في الساشي نتاعها. تونس راهي موجوعه، والشعب راهو موجوع، والالم راهو كبير كبير. دونك اليوم يلزمنا نلقاو الاليات ونلقاو كيفاش نجمو نخففوا الوطأة على هالمواطن هذايا، لانه الغلاء نتاع الاسعار باش يمشيو في الكولوار هذايا. يا امين احنا فريد، اهلا بيك. اهلا فريد، شنو احوالك سي محمد علي؟ ايش بيك ما تهزش القفة؟ ما عم سي محمد علي ما عادش خالتين، واحد ولا يعمل في السلفي مع الدقلة، الدنيا غليت سي محمد علي، السردينة هز خشمها، ضعنا سي محمد علي. سيدي رمضان حتى كان بالقرب يعمل لنا في النص، احنا نضعنا، خرجونا خلي عدينا رمضان برك خلينا ناكلوا، كان يوكل فينا. بره ربي معك دليل، ربي معك يا فريد، يعيشك. نصور ولا نعمل سيلفي؟ عايشة في حداك. لا قد يسوم تو في العرج هو باهي، انا قاعد نلقى فيها ب 11 دينار و 11 دينار و 500 موجود، حتى اكثر من 11 دينار موجود. انا نحكي على رمضان تو فتحي، رمضان ربي ينزل البركه. رمضان اخويا السلعه تو كلها راكده نتاع الدقله، وان شاء الله الزوال ياكل وكاو ان شاء الله. والله احنا باش نرجعوا، رانا المرشي الجرو جستمون باش نرجعوا خصيصا للدقله. الدقله موجوده فريقوات معبيه تويكا بالدقله، اما يستنوا في شهر رمضان بيحبوا يخرجوها. فهمني ان شاء الله، ان شاء الله يخرجوها بسوم معقول. ان شاء الله ان شاء الله ما تفوت الناس على الاقل 10,000 اللي قلت عليها انت. اكيد باش نجموا نخدموا. خلينا نسال زميلك انا على مدير الخضره، هبط سومو عاد الايمان نحكي على البصل. مازال ما هبطش. هاي المرأة قالت لي سيل بصل، أنا ما قلت شيء. على سلامتك يا حاجة، قد أسمع تو في الألفين، على الأقل بعدنا على كل 2500 أقل شوية وكهو. هي ما تو نصبوا لنا مدير جديد اسمه الفلفل المسكي، طلع 3600، طلع هاكا كما نشوف فيه غادي 3 دينارات كلها باكورات. نعرف لا، ويظل لي ثم مشكلة صايرة في الباكورات بيدها، معناها السنة الإنتاج أقل لي. دونك باش نكونوا واضحين زاد نعطيو المعلومة الصحيحة للعباد. هذه الأردوازة نتاع نتاع الجلبانة اللي هي ب 3600، المفروض في مارس تبدا تهبط. توا وقت. إي. ما ثماش عباد تقف. هاو الصحيح. هو هاو الكلوار، بلا صور الكلوار هكا فارغ. انا باش بلا تو علاش تقص لي هكا ما تخلينيش نتكلم؟ انا جاي باش نقول لكم نعملوا ماتش. لا الكلوار هذا ضد الكلوار هذاك. ها؟ نجيبوا الكرة ونكور. نكور. والرابح سبت اللي يربح يلعب مع الكلوار اللي مغاد. بالطبيعة. لا والله بالحق، والله شيء يألم. احنا نقولوا فيها بتفرديك. لا بالحق والله شيء أسف. بالحق كلمة صحيحة، ترى أنا قاعد ندور والاسواق البلديه كلها. لا بالحق فارغه، كلها فارغه، هاك العباد كلها ما عندهاش فلست، العباد فلست ما عادش عندها فلوس. ما عادش عندنا بلاي راهو حتى هدايا. ديما نقول ورانا ديما نكلموا رئيس الدائره البلديه مدام عواطف، وديما نتاكدوا منها انه ثم ميزانيه مرصوده للمرشي هذايا. الرطل ب 2500، الفرازي امين، الجولدن ب 3500، النافيل هذا لا هذاك مش نافيل، هذاك ساقسلي ب 2000، ها هو النافيل، هاو ساقسلي 2300 لهنا. الله عينك، ناخذ الله عينك. اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ لاباس انت؟ يعيشك الحمد لله. يعيشك الله يبارك فيك. المدير اخويا هذا ديما 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 اموره تبدا قديم من القدم. من القدم من القدم نتاع المرشي. حتى ندير الله يبارك فيك. ربي يفضلك. عايش. عايش. مانيش نقول لك علاش نضحك يا امين. رد بالك.
هذه راهي قيدومه زاد لهنا ما نصوروهاش ما نصوروهاش خليها على راحتها المراه هذيك 19 انا نحب نصور هذه النصبه شبابه نحب ديما نصورها سقص لي ب 2000 المو ب 1650 غاديكا النافيل ب 2300 الكروس الكاليبر الكبير الدقله ب 11 دينار 10980 برا نشوفوا الدجاج ونزيد نشوفوا شويه خضره ها سقص لي هذا تحب تذوق حتى من غير ما نشاور راه الله عينك خليه 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 رايد على روح هاي برا نمشي للدجاج غاديك 6500 هاكا الدجاج الاسكالوب ب 12 دينار صباحك فل في رمضان زعما تركح تهبط تطلع اليوم زاد قداش زاد بالليل السكالوب كان 11500 500 في الكيلو لا نورمالمون 12 12300 نورمالمون 15% ريت ما هو هذه السردينه اللي هز خشمها قال عليها فريد هذاك ب 4 دينارات 3980 مرجان 8800 الورات 14.6 القاروس 11.8 والبوري 9.6 الله عينك اهلا بيك قداش هما اليوم ثلاثة وقداش ثلاثة وثلاثة جلبانة لهنا والمدير هذا 2000 الربطة بطاطا دينار و300 اسمع هذوما اللي عندهم فرون باري ما نحكي لكش هذوما الزوز يقول لك كلمة الحق السفناري قد اسوم هي مش وقتها تو دينار وقد ايه دينار 380 كيلو باش طيب لنا حاجه اليوم عاد مازال نخمو باش نعملوا نواصر وبرودو تو يعجبكش انا حتى في الدار نواصر البارح ولا درا وقتاش وانا نجيك تو تقول لي نواصر اش عملت لك طيب وقلقنا والله لعنا حتى تفكير تفكير فيه بالله الله يعينك الله يعينك كل عليا الله يعينك سعد الله يسلمك مو تو نو باش نجيك غادي مثلا يجي عندي حوت قداها سوا معطيني لهنا لا كي تجيني غادي نعطيك هنا مو يلزم عليه مثال شنو تحب مثلا لوراتا اللي لوراتا مثلا اللي هي مربيه ب 14600 ب 14600 خاطر تو وين نمشي يقولوا لي نو اي لا الدنيا نو ناقص الحوت غالي انا ديما نرجع لكلمتك خويا دالي خلينا من الحوت كلمتي نسالك على حاجه اخرى وينهم الكليونات باه الكليونات ما عندهمش فلوس ياك ناس باه ولا ربي يعلم به اكيد حتى الاغنياء مساكن والله مساكن يعسوا على الفلوس فما اغنياء لا فما برشا اغنياء ما يعسوا على الفلوس الاولاد ولادهم فهمت يتمتعوا بهم ولاد ولادهم بينما نحن زواو لو كنت متعوا باللي عدنا ناكلوا ونشربوا جونا به احنا نعيشوا مره واحده نحن نعيشوا مره واحده هكا هو في بالهم يزوا معهم الفلوس للجنه ولا للجنه ربي يديهم ربي يديهم هاي واش انا مانيش باش نحكي معاه هو ما يسالش يا امين خاطر هذه راهي لهنا هي المعلمه ايوه تو نقول لك على شكون معلمه مش تو وحدنا قدام من السوق دينار من السوق في رمضان زعما الله اعلم نجم تزيد من الفوق هذه هي خلينا تحب نزيد نشري من عندك ولا ايه؟ نحب نحبها ما تزيدش على دينار ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله عندك من قضيه رمضان لهنا شربة تشعير عندنا نواصل عندنا قد ايه شربة تشعير؟ شربة تشعير عندها 12000 في الكيلو 12100 جرام دينار و200 100 جرام راح نشرب ال 100 جرام 100 جرام اي اي برا نكملوا لهنا مثلا ماسك ليونات فماش ياك ياك تشوف فيه المرشي دليل هاني نشوف والله والله هاني نشوف حاجه الله يعينك الخيرات كلها موجودة كلها موجودة هاني ساكت انا قد ايه اسيدي دقيقة خلينا نسمع الحاج والغلاية هنا نحكي عليه كل يوم احنا قداش اليوم الطماطم من بلاصتها دينار و 800 يا رسول الله هاني نشوف فيه بثلاثة وستة قاعد يخدم تو ربي جريها على الصلاح وكهو اكل القراع الاحمر بالله هذاك اللي نعملوا بيه طبيخ قراع قال امين البرني دينار و500 شنو البرج هذاك ولا الكيلو الكيلو وين التوسيشية الفلوس ما ثماش
اي اي كيفاش؟ عاود لي بالله. قلت لهم الاعتصام باش يسيبوا لك نبي القرن ولد عمك. يا اخي اوه ما. ولد عمو كان جا ولد عمي تو شد لنا مس السيسي غادي مره وحش ما يسيبوه. برا اسبقهم انت. عرفت نسبقهم. صحيح هكاك. ولا علاش يدين الراجل المسكين؟ حرام عليه. ربي يهدي. شدوا الاعصاب ربي يهدي. هرق ماذا ب 10000؟ الهبره ب 28؟ والعلوش العلوش خنشوفوا غادي العلوش ونكملوا في الدجاج هذاك صدره مرقاز كبده هبره 8 العلوش ب 27500 من رمضان شنو هي الاحوال؟ خاطر انا عندي معلومه وانه الهبره باش توصل ل 30 و32 تنجم توصل ماشيه وتغلى به اي هذه المعطيات اللي حاسي بها ماشيه وتغلى ماشيه وتغلى سمعت مو امين نكملوا لهنا ان شاء الله مش باش تمشي وتغلى هاك. لا باهي. الشعب والدجاج ب 6000 ان شاء الله. احنا ديما نقولوا ما ثماش فلوس نفس الكلمه. ولا ما ثماش فلوس احنا نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق وديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح الى اللقاء.